للمزيد ينضم إلينا من ريف إدلب مراسلنا محمد الدغيم. بداية محمد، هل لديك تفاصيل عن عمليات إخراج وإجلاء أهالي كفرية والفوعة؟ نعم، اليوم خرجت 75 حافلة من بلدتي كفرية والفوعة باتجاه منطقة الراشدين تقل على متنها 1300 مسلح من أهالي هذه البلدات و 3700 شخص من مدنية هذه البلدات توجهوا إلى منطقة الراشدين، بالإضافة إلى خروج 20 سيارة إسعاف تقل على متنها 31 مصاب يرافقهم 14 شخصا ضمن اتفاق هذه المرحلة الأولى من تطبيقه. من المفترض أن يتم إخراج 8000 شخص، لكن الآن توقفت عدد من الحافلات داخل بلدتي كفرية والفوعة، وقد سمعنا أن 45 حافلة إلى أن يتم إخراج بعض المعتقلات من أهالي المناطق المحيطة ببلدتي كفرية والفوعة. لا أدري إن كانت هذه هي شروط جديدة أم هي من الشروط المتفق عليها سابقا ولكن لم يلتزم بها النظام. نعم محمد، إذا ما عدنا إلى التفاصيل حول مراحل تنفيذ الاتفاق وآلياته، هل لديك إحاطة بهذا الاتفاق وتفاصيله؟ في الحقيقة هذا الاتفاق يشوبه الكثير من الغموض والضبابية، لا نعلم المعلومات إلا بعد تنفيذها. منذ يومين بدأ الاتفاق بخروج بعملية تبادل للأسرى وجثث بعض المقاتلين من أهالي بلدتي كفر والفوعة، وبالإضافة إلى حزب الله وبعض الإيرانيين. هناك غموض كبير لمدة تنفيذ هذا الاتفاق، الأعداد لا يتم التصريح بأي شيء إلا بعد البدء أو بعد الانتهاء من تنفيذ هذا المراحل، المرحلة التي يتم تنفيذها يتم الإعلان عنها. بالحقيقة غموض كبير يشوب هذا الاتفاق، ولا معلومات يعني مؤكدة لدينا عن جنود الاتفاق وعدد طيب الأشخاص. محمد، حتى الخطوط العريضة مثلا، متى ستبدأ المرحلة الثانية وما مضمونها؟ ليس لديك إيضاحات حول هذا؟ في الحقيقة كما ذكرت أنه موضوع يشوبه الغموض. 8000 شخص، نعرف أن 8000 شخص سيخرجون من بلدتي كفرية والفوعة، طبعا لمن يريد الخروج، لا ندري هل سيبقى أناس في هذه البلدات أم لا، متى سيتسلمها جيش الفتح لا نعلم، لكن المعروف لدينا أن هذا الاتفاق سينفذ خلال أسابيع، لكن لم يتم تحديد مدة زمنية تحصر هذا الاتفاق. نعم، من ريف إدلب مراسلنا محمد الدغيم، أشكرك جزيل الشكر.